الفنان فكري أباظة تزوج من فنانة معتزلة، وما هي أمنياته التي لم تتحقق وقصة وفاته الغريبة؟ ولد فكري أباظة عام 1950 بالقاهرة، هو الأخ الأصغر غير الشقيق للدنجوان رشدي أباظة، أخيه من والده، ورشدي أكبر من فكري ب 24 عاما. كانت بداية فكري أباظة الفنية عام 1973 في فيلم البنات لازم تتجوز مع نجلاء فتحي. تزوج فكري أباظة مرة واحدة من الفنانة حياة قنديل عام 1978 بعد قصة حب قوية بينهما أثناء تصوير فيلم وادي الذكريات، واستمر زواجهم حوالي 26 عام وأثمر عن بنتين هما شيماء وشهندة وولد هو محمد. بعد زواجهم بثلاث سنوات اعتزلت حياة قنديل الفن نهائيا وتفرغت لأسرتها وأبنائها. كانت أمنية فكري أباظة هي عمل فيلم عن قصة حياة أخيه رشدي أباظة، وبدأ بالفعل كتابة القصة ولكن لم يمهله القدر، ففي يوم 18 من نوفمبر عام 2004 وأثناء ممارسة رياضة التنس توفي فكري أباظة عن عمر 54 عام.